النتائج للمراكز الخمسة الأولى. تهانينا وناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة شوط الابكار المحليات الاصايل الثنايا وتاسع اشواطنا. اعلنت انطلاقة ثالث الجولات وانطلاقاتنا في صباح هذا اليوم. مباشرة ننطلق مع المراكز الاولى. اتقدم مع الصدارة، المركز الاول يحمل اسم شواهين على المركز الاول، لكن اللي غيرت كذلك شواهين. حمد بن محمد بالسالومي الدرعي ينطلق في هذه اللحظات مقدما شواهين على المركز الاول، شواهين على المركز الثاني لعلي بن احمد بن مانع برحمة الشامسي، والمركز الثالث المركز الثالث المركز الثالث نتابع نهام القادمة في هذه اللحظات. محمد بن عبد الله بن معيض النيادي يتقدم شعار بو عبد الله مع هذه الانطلاقات ومع نهام المركز الرابع. نهب عاشق السلالة الشاهينية ينطلق خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي بمانع القادم، والخامس من الجانب الاخر الدكتورة قادم عبيد بن خلفان بن دلوان لكتبي، والمركز السادس وصول من قبل نسايم علي بن سالم بن علي بالخرس لكتبي القادم، وبن قحيد مدمنه محمد بن خليفه بن قحيد المهيري القادم مقدما مدمنه تسللت الى المركز السادس. بنقول المركز الثامن القدوم من ثم محمد بن حبتور بن ذويب بن ذيب عفوا محمد بن حبتور بن ذيب بن سيف الدرعي شعاره يتقدم في هذه اللحظات مع تم على المركز الثامن. وتاسع المراكز الريم حمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري ينطلق مع الريم، وعاشر المراكز القدوم من قبل الشاهينيه طالب بن عبد الله بن خميس الشامسي ينطلق مع الشاهينيه في هذه اللحظات. هكذا هي النتيجه، هكذا النداء لهذه الاسماء اذاعتنا الاولى للمراكز المتقدمه والحاضره. مشاهدينا متابعينا الكرام، عوده الى الصداره، الى بالخرس وشعاره، الى بالخرس وانطلاقاته على ارضيه هذا الميدان. نسايم 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 على المركز الاول، نسايم علي بن سالم بن علي بالخرس الكتبي يتقدم هذا الشعار على المركز الاول. بن معيض النيادي قادم شعاره على المركز الثاني يتقدم مع نهامه محمد بن عبد الله بن معيض النيادي، والمركز الثالث شواهين قادمه من العين ومن زاخر بالتحديد تحمل هذا الشعار ما شاء الله، شعار علي بن احمد بن مانع بن علي برحمه الشامسي ينطلق يقدم نجوميه والاروع على ارضيه هذا الميدان مع شواهين. المركز الرابع هذه الدكتوره عبيد بن خلفان بن دلوان الكتبي يتقدم على المركز الرابع، والمركز الخامس الوصول من مدمنة القادمة محمد بن خليفة بن قحيد المهيري القادمة مع مدمنة على المركز الخامس. ما شاء الله المجموعة الأولى بانطلاقة وتحديات شعار بالخرس وملاحقة شعار
بن معيض وبرحمة، وكذلك من الجانب الآخر هناك شعر بن دلوان وبن قهيد. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. المجموعة الثانية نتابع مركزنا السادس يحمل اسم شواهين، وبالسالومي قادم حمد بن محمد بن حمد بالسالومي الدرع، يتقدم في هذه اللحظات دائما ممثلا للقطاع الجنوبي. وهالي القوع ما شاء الله حاضرين مع هذه الانطلاقات والتحديات. والمركز السابع تم محمد بن حبتور بن ذيب بن سيف الدرعي القادم في هذه اللحظة، ونهب خليفة من سلطان بن رشيد السويدي. يا سلام يا ابو مانع عاشق السلالة الشاهينية وقادم كذلك ممثلا دائما مع هالي جميرة في كل التحديات والانطلاقات. بن حمود الريم حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري ينطلق في هذه اللحظات، يظهر مع الريم، ينطلق مع الريم القادمة مع كل الانطلاقات والتحديات. والمركز العاشر طيف القادمة. يا سلام جاسم بن محمد بن مبارك السعدي قادم في هذه اللحظة، السعدي يتقدم مع هذه الانطلاقات القادم من السلطنة. أهلا بضيوفنا الكرام على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات، ما شاء الله مع انطلاقاتي شعارات أبناء القبائل أبناء الخليج قدموا مع هذه الانطلاقات تمهيدي المرموم وانطلاقاته وتحدياته. ما شاء الله في يوم الكبار في 8 كيلومترات عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول، غيرت نهامة انهمت المراكز، خطفت على المركز الثاني وكذلك الأول، راحت بالصدارة بن معيض النيادي. وعبد الله محمد بن عبد الله بن معيض النيادي يتقدم مع نهامه على المركز الاول. يا ما قدم هذا الشعار الكثير والكثير من الاسماء في عالم الاصايل بالخرس كذلك، والله قدم انجازات متميزه وشعاره كذلك قدم اسماء مميزه ما شاء الله. نسايم 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 الاسم مميز، علي بن سالم بن علي بالخرس الكتبي يتقدم مع هذه الاسماء المتقدمه، وبرحمه قادم من مدينه العين يطالب يبغي ناموس هذا الشوط، لما لا يطالب وهو شرف عظيم لمن يحظى ويحصل عليه من ميدان المرموم من تحفة ميادين السباقات. علي بن أحمد بن مانع بن علي برحمة الشامسي يتقدم مع شواهين، ينطلق مع شواهين. المركز الرابع الدكتورة عبيد بن خلفان بن دلوان قادم، بن دلوان يتقدم لكتبي في هذه اللحظات، وبن قهيد بن قهيد قادم مدمنة هذا الشعار يملك دائما السلالات المتميزة ما شاء الله. محمد بن خليفة بن قهيد المهيري كذلك ما شاء الله يملك فحول متميزة في عالم الأصايل، يكفي حشيم في عالم الأصايل. يا بن قهيد تابع راقب الموقع ما شاء الله، بدنا نغادر المنعطف الأخير ونقترب من 2 كيلومتر. يلا يا راعي تم محمد بن حبتور بن ذيب بن سيف الدرعي قادم، بن حموده قادم مع الريم، حمد بن غانم بن علي بن حموده كذلك ما شاء الله، وجباره وصل راعي نسايم يقدم اسمين، علي بن سالم بالخرس الكتبي والسعدي قادم من السلطنه، طيف جاسم بن محمد بن مبارك السعدي يتقدم في هذه اللحظات، ونهب الرشيد نهب عاشق السلالة الشاهينية خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي بمانع ينطلق مع هذه الأسماء ما شاء الله. وصلت الشعارات، وصل الكل
في هذه اللحظات ولع ولع هادي من احمد بن حسن بالثيمه. يا سلام بالثيمه قادمه يتقدم، ما في هدوء عنده، ما في هدوء مع انطلاقتي وتحدياتي. ولع القادمه عوده الى المركز الاول، تابع وراقب كل المتيمين العاشقين لهذه الرياضة، يتابعون يراقبون هذا المنظر مع هذه الأسماء الحاضرة، بن معيض النيادي، برحمة الشامسي، بالخرس، بن قحيد، بن دلوان، كلهم في موقع واحد، بن حمود الذيب الدرعي قادم، بالرشيد، بالخرس، السعدي كذلك قادم، راعي طيف، جاسم بن محمد بن مبارك السعدي. وين الموقع؟ بدأنا نقترب من الكيلومتر الأخير، نهامة 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 على المركز الأول، نهامة على الصدارة، نهامة. محمد بن عبد الله بن معيض النيادي يترقب دائما، يتابع يتابع هذه الانطلاقات. المركز الثاني بالخرس، نسايم نسايم نسايم، برحمة شواهين شواهين، علي بن احمد بن مانع بن علي، برحمة الشامسي، بن قحيد قادم، بن قحيد بن حمودة، بن دلوان بن دلوان قادم مع الدكتورة عبيد بن خلفان بن دلوان الكتبي، ما شاء الله، بالرشيد بالرشيد. لكن وين؟ نسايم 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 على المركز الاول، نسايم على الصدارة، نسايم والدكتورة قادمة، بن دلوان بن دلوان بالخرس، بن دلوان بالخرس، نسايم الدكتورة. لكن نسايم نسايم ما شاء الله، النسايم النسايم ونسنسي دايم. يا سلام يا بالخرس، مشكور علي بن سالم بن علي بالخرس المدام، نصب على هالي المدام، وكذلك بنمشي عليهم بنسايم. ها هي نسايم، تهانينا والناموس وسلام يا المدام، سلام سلامي عليك يا علي بن سالم يا بن علي بالخرس يا الكتبي، نسايم نسايم وما فيش حيلة يا نسايم. مشكور يا ابو حياب من تابع دائما انطلاقة هذا الشعار. المركز الثاني الدكتورة لعبيد بن خلفان بن دلوان، المركز الثالث بن معيض النيادي، والمركز الرابع الشاهينية طالب بن عبد الله بن خميس الشامسي، والخامس شواهين اللي وصلت شواهين لعلي بن احمد بن مانع بن علي برحمه الشامسي. هكذا هي النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام، شوطنا التاسع المحليات الاصايل مع نسايم مع بالخرس، 12 دقيقه 57 جزئين من الثانيه. تهانينا والناموس لابو حياب علي بن سالم بن علي بالخرس الكتبي على فوز نسايب بالمركز الاول. المركز الثاني 12 دقيقه 59 8 اجزاء من الثانيه، هذه الدكتوره العبيد بن خلفان بن دلوان الكتبي، ما شاء الله تبارك الله. نتابع المركز الثالث والوصول 13 دقيقه، نتابع مع الثانيه ومع الاجزاء 5-4 اجزاء من الثانيه. شعار بن معيض النيادي، نهامه لمحمد بن عبد الله بن معيض النيادي، تهانينا والناموس للجميع.